أجرى قداسة البابا فرانسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالحديث عن الروح القدس في الوحي بالقول: إن الكتب المقدسة تنقل كلمة الله بشكل ثابت وتجعل صوت الروح القدس يتردد في كلمات الأنبياء والرسل، وأضاف: إن الكنيسة تتغذى من القراءة الروحية للكتاب المقدس، وبما أن الكنيسة هي مزودة بالروح القدس فهي عمود الحق وركنه. ومهمتها هي ان تساعد المؤمنين الذين يبحثون عن الحقيقه على تفسير نصوص الكتاب المقدس بشكل صحيح ودعا قداسته لان تساعد العظه على نقل كلمه الله من الكتاب الى الحياه وختم تعليمه بالقول ليساعدنا الروح القدس على ان نفهم محبه الله هذه في مواقف الحياه الملموسه